فين مدير الامن بتاع الاوتيل ده؟ خير يا فندم؟ عندها معلومات الحرم الاستاذ ده هنا في الفندق مع عشاءها، مطلوب القبض عليهم. اكيد في حاجه غلط حضرتك. حاجه غلط؟ ده انتوا اللي ناس غلط، وانت بالذات راجل غلط. يا فندم حضرتك ايه، دوت صوتك وانا تحت امرك عشان سمعه المكان بعد اذنك. والمكان ده لو محترم كان يسمح باللي بيحصل ده؟ يا فندم احنا في مكان محترم، وحضرتك عارف ان ممنوع اي اتنين مش متجوزين ينزلوا في غرفه لوحدين. بس مسموح كل اتنين يقعدوا وكل واحد في اوضه وحد فيهم يتسحب يروح للتاني، مش كده؟ وده اللي بيحصل على طول. خلص، انتوا هتعملوا عليا شرفه ولا ايه؟ ايه ده حضرتك، ايه ده يا جماعه، وانا تحت امركم، انا هساعدكم في اللي انتوا عايزينه. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك تطلع معايا انت والراجل اللي وراك ده دلوقتي عشان نمسكهم متلبسين وتبقى شاهد، والا اقسم بالله العظيم اولع لكم في المكان ده بكل اللي فيه. انا تحت امرك، ايه ده بس حضرتك، وهعمل لك اللي انت عايزه. ممكن حضرتك تديني الاسم بالكامل وانا هجيب لك رقم الغرفه من الريسبشن وهطلع معاكوا حالا. احنا عارفين رقم الغرفه، اتفضل معايا. اتفضل اتفضل تحت امرك، اتفضل تعالى معايا. ايه ده انتوا بتعملوا ايه هنا انتوا الاثنين؟ ايه ده، احنا في اوتيل محترم كده يا توحه؟ انا تعملي معايا كده يا توحه؟ ايه كنت فاكره اني مش هخرج من السجن؟ اوعى تنسي نفسك يا توحه، انا ابو كوامل اللي خدتك بيت فلاحه جربوها ما تسويش مصله وعملت منك بني ادمه، تعملي معايا انا كده؟ اثبت اثبت حاله تلبس. وانت ارفع لي قضيه زينه عن الهانم. حاضر يا باشا. زينه ابو كامل بيه، تسمح لي بحاجه صغيره؟ قوي صغيره جدا. فو تستاهل، تستاهل اكتر من كده كمان. هتوحى بتبيعين انا بجلاله قدري عشان ده؟ انا معايا تاريخه، السي في بتاعه معايا، مش انت هات اللي كنت زبون دائم في شرم الشيخ بتصطاد العواجيز الاجانب وتاخد فلوسهم بدولار واتنين دولار؟ يالا تفرق ايه عن توحه عن غيرها من اللي انا كنت بشغله؟ انا اللي كنت بعمل الحاجات دي تتعمل فيا انا؟ يا جربوها اقسم بالله ما حاسبك يا توحه. خدهم يا باشا. يلا تعالوا معايا. مين دول؟ مين دول؟ واتس رونج؟ فهميني. رونج ده انت، الرونج راكبك من ساسك لراسك. اوكي اوكي اتفضلي. يلا يا اختي اتفضلي يا هانم. سيبها يا اخويا العسكري وهات جزمتها، خدها يا ابني. يلا اوعى انت رخر، اوعى. يلا اهلا، ازيك يا مدام؟ ازيك يا عم الدكر؟ يا عسكري خد المتهم ده واستناني بره. معايا يا فندم. ما تقلقش يا باشا، على بال ما تاخد قهوتك مع المدام هروقه لك. عن اذنك. اتفضل. بقى انا تخونيني يا واطيه؟ انت عارف انت محبوس بقالك قد ايه؟ وانا محدش لمس مني شعره، وبدل ما تشكرني ان انا بدور لك فلوسك وواخده بالي من شغلك جاي تقولي الكلام ده؟ يا صلاه النبي، تعملي معايا شغل وتضيعي شرف؟ انا قلت لك كانت قعده شغل. والشغل ده بقى ما ينفعش غير مع راجل غريب في اوضته في الفندق، صح؟ وايه يعني، ما انت شايفني اهو، ما انا نازله من الاوتيل بهدومي. ولاد لذين بيتبلوا عليكي، حد ضربك على ايدك ووداكي عند الراجل في الاوتيل في اوضته غصب عنك عشان تعملوا شغل. شغل ايه يا امه اللي يتعمل مع راجل غريب في الاوتيل؟ معرفش، شوف بقى انت اللي مرتبها لي ولا هما؟ طب دي ومدبرين عليك. طب والصرمحه طول الشهور اللي فاتت دي مع الواد ده تقولي عليه ايه؟ الله، ده انت مراقبني بقى. كده خير الصراحه مراقبك، بس انا اسف، انا اسف على جريمه اني راقبتك، بس انت بقى مش اسفه على جريمه انك تخونيني. ما خنتكش يا ابو كوامل، وما تعمليش فيها شريف قوي، ولو انت حقيقي مراقبني يبقى كان لازم تعرف ان انا مفيش حاجه بيني وبين الواد ده، وان كنت بقى شريف طلقني. وستوحى أنا هطلقك وهرفع عليك قضية زنا، ومش بس كده أنا هرجعك تاني يا ماما
تخدمي في البيوت زي زمان. ما تقدرش لان انت كلب فلوس وفلوسك كلها مكتوبه باسمي. ما تقدرش يا سمساريه بتاع الشمسيه. واطيه؟ اقسم بجلال الله واطيه والوطيانه مش غريبه عليك. يعني افهم من كلامك ده ان انت دلوقتي بتهدديني ان انا لو فضحتك ورفعت عليك قضيه زنا مش هطول ولا مليم من فلوسي، صح؟ ايوه يا ابو الكوامل، واعلى مفخلك اركبه. خد التقيله مجهز لك حته دي مفاجاه. حسن شوفي بقى التنازلات اللي انت مضيعها دي. كنتش اعرف انك واطي للدرجه دي. ده انا افضل من كده كمان. انا كنت بحمي نفسي. وبعدين بدل ما تقولي واطي، بص انت جايه منين وفي ايه، وانت تعرفي الوطيانه اللي بجد بقى. يعني ايه؟ يعني هتلبسي قضيه سنة وكل املاكي هتترد لي من تاني. اصحى بت، ده انا ابو الكوامل، يعني كل حاجه كامله ومتندزه. هو انت اتجوزتني ليه يا ابو الكوامل؟ عشان توقعني في الحفره دي؟ لا الصراحه انا اتجوزتك نوع من انواع الحيطه والحصر. كنت بتدارى فيكي من المدعي الاشتراكي. اصل انا كنت حاسس كده انهم بيخططوا لي حاجه. مين اللي بيخطط لك؟ الناس اللي باصين للنعمه اللي في ايدي. هو انت ما تعرفيش ان اكتر رياضه شعبيه في مصر الحقد والحسد؟ وان صراحه ربنا بقى انت كنت بالنسبه لي مفتاح الامم. مفتاح ايه؟ مفتاح الامم اللي انا كنت مستخبي فيه انا والمارد. بس انت بقى اخليتي بالاتفاق وخنتيني فطلعتي المارد اللي كان جوايا. دلوقتي بقى حلوة هتتنازلي عن كل حاجة. انت خدت مني كل حاجة، انت عايز ايه تاني؟ عايز اللي حلتك، عايز حاجتك انت بقى. لازم الاول ارجعك على الحدي ده. حاجتي؟ عايز تاخد تعبي وشقايا في الدنيا دي؟ على جثتي تاخد مليم؟ هلبسك قضية زنا. بصي بقى، تعالي نعمل اتفاق، يا إما تتنازلي عن كل حاجة يا إما هلبسك قضية زنا. قلتي إيه؟ أنا عمري ما شفت حد أوسخ من كده. لا والله في أوسخ. ولعلمك بقى معلومة أنت ما تعرفهاش، أنا رداحة وبعرف أفرش الملاية أكتر منك. مش هنولك اللي في بالك يا أبو الكوامل يا ناقص. وحياتك، وحياتك يا بنت هتوحى. زي ما خليتك تعملي اللي انا عايزه زمان، هخليكي تعملي اللي انا عايزه دلوقتي، وهتشوفي هتوحى.